علاقة مع عملية الحجز التي أنجزتها المصلحة في خضم هذا الأسبوع والمرتبطة بالتفتيشات المنزلية ل7 أكتوبر 2020 واستكمال للأبحاث والتحريات التي تجريها المصالح المختصة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك. قامت الفرق الجمركية التابعة لشعيبة طنجة تحت القيادة المباشرة والفعلية للقيادة الجهوية لطنجة وبمؤازرة عناصر الشرطة القضائية التابعين للمنطقة الأمنية لبني مكادة بتفتيش أحد المستودعات الكائنة بمنطقة مغوغة الكبرى. هذه العملية مكنت المصالح المتدخلة من حجز قياسي فيما يخص الملابس الجاهزة والمهيئة للتسويق ما يقارب 26 ألف وحدة، أيضا أزيد من 3500 كيلوغرام من الأثواب على شكل لفائف، وكذا كمية كبيرة من البلاستيك المعدد للتلفيف تزين طن و218 كيلوغرام، هذا بالإضافة إلى 1369 كيلوغرام من مخلفات الملابس الجاهزة، وتبلغ قيمة المحجوزات ما يقارب 120 مليون سنتيم. تجدر إشارة أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في النازلة قصد الكشف على جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة وكذا تفكيك خيوط هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب الأثواب وكذا الملابس الجاهزة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.